بدنا نرحب بضيوفنا محمد رياشي من دربزين للتنمية البشرية. أهلا وسهلا يا محمد، يعطيكم ألف عافية على الجهد اللي قمتوا فيه، صلكم فترة بتشتغلوا عليه والحمد لله جهدكم يعني جاب نتيجة، شكرا لكم. وكمان نرحب بسوسن العرامين الفائزة بالمركز الثاني من الأغوار الجنوبية، أهلا ألف مبروك وأهلا وسهلا فيك. الله يسعدك دكتورة. أنت شغلك هون تمكين المرأة وما تمكين المرأة، وهاي يسموها أنا اللي بسأل دكان ابشري للمبادرات لتمكين المرأة. بالضبط، تمكين المرأة طبعا احنا بنعرف يعني مجال واسع، بس من اي جانب شغلكم بتمكين المرأة؟ احنا احنا بندعم بنمكن الشباب عشان يدعموا المرأة. والله يعني احنا جايين نمكن الشباب عشان يدعموا المرأة، ما مش بنمكن المرأة، لا احنا بنجيب الشباب بنمكنهم ندعمهم عشان يطلع يمكن المرأة، لانه احنا مؤمنين انه الشباب عندهم قدرات وطاقات عالية لتمكين المرأة ووصولها لمراكز صنع القرار. بأي مجال يمكن المرأة بأي مجال؟ في الوصول لمراكز صنع القرار، المراكز القيادية. يعني قصدي الفئة المستهدفة مثلاً أي الشباب قصدك ذكور ولا شباب وشابات؟ بالنسبة للشباب هي ذكور وإناث. أوكي. بس بعمر الشباب ماشي. مستهدفين ليمكنوا النساء بغض النظر، تمكين المرأة بغض النظر عن العمر، المرأة قديش عمرها، بس إحنا جايين الشباب هذول اللي من عمر 18 ل 30 هي الفئه دائما بتكون محطوطه، بنمكنهم ندعمهم نعطيهم الـ 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 الادوات لحتى يشتغلوا ويمكنوا المراه فيها. برضو لسه ما وضحت للمشاهدين انا فاهمه عليه. بس قصدي مثلا بتدعمهم تعطيهم الادوات وتدربهم يمكنوا المراه، كيف وين بيروحوا لها كيف شو بيعملوا لها، يعني هيك وضح لنا هيك. احنا اول شيء عارفين انه في عندنا مشاكل وعارفين انه المرأة غير ممكنة، خاصة في المشروع المستهدفين وهو مشروع الأطراف، أغوار الثلاث، نعم. المفرق، الطفيلة، المرأة مهمشة في المناطق هاي. نعم. ماشي. وعشان نوصلهم احنا بدنا نوصلهم عن طريق شباب منطقتهم. أوكي. يعني احنا بنروح على منطقة الأغوار. أيوة. ناخذ شبابهم. أيوة. ناخذ سفراء من عندهم، نروح على المفرق ناخذ سفراء منهم في كل منطقة، منجيب السفراء مندربهم، دربناهم 4 أيام، بعد ال4 أيام هاي نزلناهم على الميدان، نزلوا على الميدان لحتى يدوروا شو المشاكل اللي بتعانيها المرأة، شو المشاكل اللي بتمنع المرأة للوصول لمراكز صنع القرار. بعد ما يجمعوا هاي المشاكل والعوائق بشوفوا شو هي المشكلة الرئيسية أو المشكلة اللي هي العائق الأوسط العائق الكبير. جمعوا مراكز صنع القرار. شو قصدك فيها؟ وين بالضبط؟ قيادية. وين بالضبط؟ يعني مثلا بالأغوار وين؟ يعني وين قصدك بدك تمكن المرأة هناك؟ يعني توصل لوين بقرار؟ يعني هناك القرار. تنزل مثلا على الانتخابات. أيوة. تكون مثلا تكون مثلا في مراكز حكومية. أوكي. يعني توصل مساواة بينها وبين الرجل يعني. نعم. فبعد ما نزلوا وشافوا شو المشاكل والعوائق عملوا 3 جلسات حوارية. حلو. حديث قهوي. 3 جلسات حديث قهوي بلشت بجلسة مع صناع القرار لحتى يعرفوا شو المشاكل وشو العوائق. بعدها جلسة مع الشباب منفردا نفس الإشي، طرحوا المشكلة، أخذوا من عندهم شو المشاكل برضو اللي بواجهوها، أخذوا من عندهم كيف ممكن نعالج كيف ممكن نحل، وختاما بالجلسة الثالثة كانت مع صناع القرار والشباب مع بعض لحتى يطلعوا بمبادرة يشتغلوا عليها. بعد ما خلصت الجلسة الثالثة كون كل سفير وسفيرة في المنطقة فريق له لحتى يطلع بمبادرة. طلع عندنا 21 مبادرة. 21 مبادرة هذول كلهم من رحم المناطق. يعني. من المناطق نفسها. كل واحد عارف شو مشكلته، إيش مشكلته المواصلات، إيش مشكلته إنه الكلام، إيش مشكلته التعليم، إيش يعني كانت في تنوع حسب كل منطقة واحتياجاتها. بعد هاي المبادرة طلعوا فيها عملنا دكان مبادرات المشروع أبشل. واللي عن طريقه راح يتنفس. وكان طبعا المبادرات مقسمة انه التصويت عبر الفيسبوك كم حد راح يصوت له نسبة، كيف عرضهم للمشكلة قدام الجمهور كيف راح ينفذ المبادرة له نسبة، وصار في عنا ونجح طبعا عنا 3 مبادرات فازن. طبعا 80% من المبادرات اللي وجد يعني اجوا مؤسسات ودعموها، يعني باعتبار انه اغلب المبادرات اندعمت لانه كانت بتمس الواقع وخاصة انها مناطق بعيدة. يعني قديش مدتها المبادرة تاعتكم؟ اللي راح ينفذوها ولا المشروع؟ بداية مشروعكم. احنا المشروع مدة 7 أشهر.
وانجزتوا كل هالانجازات خلال 7 أشهر؟ لا لسه احنا بالشهر الرابع هسه. لسه ما عندنا هسه مرحله تطبيق المبادرات. يعني هلا فازوا يوم السبت كان الاعلان عن النتائج. صحيح. وهلا بدهم يبلشوا يطبقوا المبادره. طبعا طبعا برضه السفراء لما نزلوا على الميدان من الاشياء اللي طلعوها والمشاكل هاي عملنا دراسه. حلو. الدراسه هاي برضه شملت المناطق هاي، شملت المشاكل، شملت الاحتياجات اللي يحتاجوها، شملت الحلول برضه كيف ممكن نحل. حلو. يعني دراسة بعد ال4 أشهر أصلاً. برضو مبارح تم إطلاق الدراسة هاي وتم نشرها وتوزيعها. طيب. من المناطق نفسها. نحن بدنا نشوف تقرير عن الاحتفال اللي صار يوم السبت وتقول الفائزين والنتائج وبعدين نرجع منكمل حديثنا. يلا. مرحبا. مؤسسة دربزين للتنمية البشرية دائما عودتنا انها تكون فعالة وايضا ناشطة في المجتمعات المحلية. هل المؤسسة هاي تعنى بالشباب والطاقات الشبابية وايضا هي مؤسسة غير ربحية؟ اليوم المبادرة اللي اطلقتها دربزين خاصة بالمرأة بشكل بحت، يعني مبادرة ابشري احنا سندك، كثير مهمة وانا كثير عندي فضول اعرف عنها. خليكم معنا في هذا التقرير حتى نعرف عن مبادرة ابشري. مشروع أبشري هو واحد من المشاريع اللي بتنفذهم مؤسسة درابزين بهدف تنمية أو تمكين المرأة من أجل القيادة. إحنا موجودين اليوم هون بجاليرية رأس العين لحتى نتوج نتائج شغل الشباب والصبايا اللي تم اختيارهم من المحافظات اللي إحنا عم نشتغل فيها، واللي هي لواء الأغوار الشمالية والأغوار الوسطى والأغوار الجنوبية والمفرق والفترة والطفيلة والعقبة. تم اختيار 3 شباب ممثلين عن كل منطقة وتم تدريبهم وبناء قدراتهم على المهارات اللي بتلزمهم لينزلوا يشتغلوا بمحافظاتهم ويحكوا لنا قديش في سيدات بمناطقهم وصلوا لمراكز قيادية وإيش كانت المعيقات بالنسبة لهم. طلعت فكرة مبادرة، مبادرتي هي اسمها أنا مش هيك، اللي بتسلط الضوء على ألفاظ وعبارات بتنحكى للمرأة سواء النساء المزوجة والعزباء. هاي الألفاظ اللي بتعنفها بتخليها ما تآمن بقدرتها، زي هم البنات للممات، أخرتك لطبيخ لو طلعتي المريخ، إلى آخره من هاي الألفاظ. طبعا شو حنعمل بهاي الألفاظ؟ إيش حنعمل؟ حنسلط الضوء على هاي الألفاظ أنه أثار عم تتركها أثار سلبية، عم بتخلي المرأة ما تآمن بقدرتها، عم بتخليها تحس أنها هي خلص آخرتها لبيت جوزها ما بتدرس إلى آخره. وبالنسبة لها كمان حنعمل جلسات حوارية نعزز ثقتها بنفسها، حنستهدف نساء معنفات ونعزز ثقتهم بنفسهم، بالإضافة كمان لتشبيك هذول النساء المعنفات مع مؤسسات تشغيلية، رح نعلمهم طرق جديدة لعمل وصنع الأغذية مثل هيلثي فود، بالإضافة كمان لصنع الألبان والأجبان وكثير شغلات. المبادرة طلعت فيها هي مبادرة اسمها لنتجرأ بأمان، بتخص المواصلات عنا بالمنطقة، كون المواصلات عنا البنية التحتية فيها كثير سيئة، بعد الساعة 4 ما في باصات، التكاسي عنا ما فيها عدادات، فطلعنا بعد جلسة العصف الذهني، طلعنا بفكرة عمل تطبيق ذكي على الهواتف الذكية، كونه تقريباً نص أو كل فئات المجتمع بيستخدموا الهواتف الذكية 24 ساعة، فحبينا نفعل هالتطبيق على أساس بنساعد السيدات اللي لهم دورات بأماكن متعددة باللواء، نساعد طلاب وطالبات الجامعات ليتنقلوا بحرية بوصلوا لمحاضراتهم المتأخرة والبدري، فإن شاء الله رح نفعل هالتطبيق، رح نعمل يوم تعريفي عنه لحتى يكون في فكرة عن استخدامه عن كيفية التعامل مع هالتطبيق. رح يكون في إن شاء الله العداد حسب المسافة اللي رح يقطعها التاكسي بدون استغلال، على أساس نوفر بيئة آمنة للتنقل للسيدات عنا بالمنطقة. أنا سفير مبادرة إبشري اللي بتقدمها مؤسسة درابزين داخل محافظة طفيلة. طلعنا مبادرتين، واحدة اسمها تعليلة وواحدة اسمها أنت تستطيعي.
التعليلة هدفها بأنه نحول طريقة التعامل ما بين السيدات من طريقة اجتماعية لطريقة فكرية، بدل ما يجتمعوا بالأعراس وبالعزوات بدنا نخليهم يجتمعوا بجلسات حوارية تتناقش بالاقتصاد وبالاجتماع وبالعلوم وبحقوق الإنسان. نهدف من خلالها نزود من إيمان المرأة للمرأة، لأنه كان بمعظم الجلسات اللي عقدناها داخل المحافظات إحدى أكبر الأسباب لعدم وصول المرأة لمراكز صنع القرار هي عدم إيمان المرأة بقدرات المرأة. خلال حديث قهاوي وصلنا لمشكلة أنه فعلياً المرأة حتى وإن وجدت في مراكز صنع القرار فهي وجودها مجرد شكليات، فيجب تفعيل دور المرأة لحتى يتم زيادة نسبة وجودها في مراكز صنع القرار. لهيك أجمعوا شباب محافظة المفرق ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب القرار على أنه لازم يكون في تجمع نسوي. هذا التجمع النسوي هدفه فعلياً أنه يكون المكان اللي بيجمع النساء القياديات في محافظة المفرق لحتى يقدروا يوصلوا لهاي المراكز. نحن اليوم في مشروع الحفل الختامي لمشروع أبشري، نحن اشتغلنا من خلال جلسات حديث قهاوي، ناقشنا مواضيع بتخص المحافظة، بتخص المرأة، المشاكل اللي بتواجه المرأة وبتعيق من وصولها لمراكز صنع القرار. في البداية المشكلة كانت عندنا اللي هي ما بين المعيق المجتمعي والمعيق التشريعي، المرأة في الطفيلة غير قادرة للوصول لمراكز صنع القرار. نحن عملنا مبادرة شاركينا هي مبادرة نعمل من خلالها فيديوهات مع نساء قياديات، سواء كانوا قيادة اجتماعية، قيادة سياسية، اقتصادية، نصور معهم فيديوهات يحكونا عن التحديات والمعيقات اللي واجهوها في حياتهم ويحكونا كيف يتحدوها لحتى يصيروا قدوة لنا. لا احنا مثلا مجتمع السيدات عندنا غيري ايجابي، الغيري، فاحنا بدنا يعني نستفيد من هاي الغيرة نعملها غيري ايجابية. فبصفي انا بس بدي اشوف سنة من الناس طلعت وهي عايشة نفس المكان اللي انا عايشة فيه، عندها نفس الظروف اللي انا عايشتها، بس هي قدرت تتحدى وبصير انا بدي اعمل زيها. هذا الشيء اللي بدنا نوصل له، انه هي حكينا لكم هي كيف، انه هي هيها عايشه نفس الظروف اللي انتم فيها، انه هيها طلعت وتحدت، انتم كمان اعملوا زيها. نعم المرأة تستطيع. 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 لبرنامج 6 و5 إخلاص عتوم. سوسن، يعني أول شيء أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. مبادرتك كانت حلوة، كانت بعنوان إبداعي ضمان مستقبل. إبداعي ضمان مستقبل. إبداعك بشو يا سوسن؟ شو بدك تخلي الستات بمنطقة الأغوار الجنوبية يبدعوا بشو؟ إبداعي ضمان مستقبلي، هاي فكرة طلعت لعنا فيها من بعد الجلسة الثالثة اللي كانت بحديث قهاوي. لو جدنا مشاكل كثيرة في جلسات حديث قهاوي بجلستنا مع صناع القرار والشباب، لما عملنا جلسات حديث قهاوي سألنا الشباب وصناع القرار إيش المشاكل اللي بيعاني منها المرأة إنه لتوصلها لمراكز صنع قرار، لتخلي المرأة كلمتها مسموعة، صوتها واصل، قادرة تحكي. بالأول عانينا شوي مشاكل وإحنا بنعمل دراسات بحثية، حتى بجلسات حديث قهاوي عانينا شوي، بس بعدين بالجلسة الثالثة طلعوا شباب، طلعوا صناع قرار، حكونا إنه المرأة مثلا شوي هي اقتصاديا مش مكني حالها، يعني إذا هي المرأة معها مصاري بتقدر تحكي، بتقدر توصل، يعني الرجل بيدبر حاله عادي، بس المرأة إذا هي ما حاش مصاري ما بتقدر توصل. زي ما طلعوا كمان مبادرات الثانية، مبادرتين اللي أنت في الدستور، اللي المرأة مش مكني حالها سياسيا، في أنا أحاور كانت إنه المرأة مش مكني حالها حواريا ومناظرة وحوار. فطلعت أنا حكيت طب إنه هم بيحكوا إنه المرأة مشكلتها إنه اقتصاديا، إذا هي ما كانت حالها اقتصاديا خلاص هي وصلت. فحكيت أوكي تمام، أبلش معهم خطوة في خطوة، هاي اوكي بدنا نمكنها اقتصاديا، نطلع في مبادره لها اسمها ابداعي ضمان مستقبلي. طبعا هذا الاسم قعدنا شوي وقت واحنا يعني انا والسفراء اللي معي ندرس فيه، نطلع فيه انه ايش الاشي اللي ممكن هي تقدر تبدع فيه وتوصل. فابداعي ضمان مستقبلي طلعت من وراء النساء، هم بيشتغلوا بالحرف اليدويه بس ما في لهم اي تمكين، اي تمويل، اي دعم، فهم شوي بيعانوا حتى باسرتهم داخل بيتهم. هو يعني الحرف اليدويه اللي هم قاعدين يشتغلوها هي مصدر رزق لهم، يعني في كثير سيدات ارامل هم وراهم اولاد قاعدين يعيلوا عائله كامله وعائلات كبيره، يعني عندهم شباب بس انهم
عاطلين على العمل فهم قاعدين يعيلوهم. فشوي هاي الحرف اليدويه اللي قاعدين يمتهنوها هي مصدر رزق لهم. فلما شفناهم انه لما عملنا دراسات بحثيه ولفينا ورحنا زرنا لمسنا انه لا هذول السيدات فعليا هم بحاجه لهي الدعم. فطلعنا في هاي الفكره وهاي المبادره انه بلاش نختصرها احنا عندنا في الغار. انه في ناس كثير بيحكوا انه هاي الحرف اليدويه ممكن انه اغلب السيدات عندنا في الغار بيمتهنوها، فمشان هيك انه ما قاعده تروح ما قاعده تنباع، مشان هيك بتتكدس عندهم سوري عندهم في البيوت. فانه حكينا لا طيب احنا بنعمل لهم سوق الكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث انها توصل لكل الناس، انه اغلب الناس في العالم كله حلو. موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، فاحنا نستغل وجودهم بشيء مفيد. بس بدل ما يكون في حرف اخرى او اشياء ثانيه بيسووها، الحرف اليدويه اللي هم بيمتهنوها مثل الاساور مثل الاسوار في ايدي هاي هي من صنع سيده عندنا في الغار. حرف القش اسلال القش مثلا ورق الموز في كثير مثلا الانتاجات المطبخيه كمان بيستخدموها. فكثير في حرف يدويه سيدات بيمتهنوا فيها حلويات كمان. بس ما في اي تمويل انهم حتى في المناسبات، يعني بيروحوا على ناس عندهم مناسبات كبيره. احنا بالغور مجتمع الغوران شوي عندنا مناسباتنا بشكل اسبوعي، حتى كل اسبوع بتكون اكثر من 10 مناسبات يا دوبك تلحي بالضبط. فانه بيروحوا هذول السيدات انه طب ايش رايكم انه انا اعمل لكم مثلا الغداء، زي ما احنا عندنا بمناسباتنا بالاعراس انه يوم الجمعه بيكون في عندنا وجبه غداء للمعازيم، فانه ليش مثلا لما احنا نعمل لكم الغداء من باب تجاره يعني. فبلاقوا شوي رفض انه لا الفكره مرفوضه، انه اوكي لا احنا عندنا زلام، احنا عندنا ناس بالعشيره بيطبخوا لنا. فعشان هيك شوي هاي بتحبط هاي السيده فبتنحرج تروح تطلب مره ثانيه او انه تقدم هاي الخدمه لناس. فبصفي هون شوي في احباط، فما في حدا بيصير تروح على اشياء افكار ثانيه. فحكينا لا بدل ما هم يروحوا يترجوا حدا او يقدموا الخدمه هاي لحدا ويترفض، انه احنا بنتبناهم نعمل لهم سوق الكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، نروج منتجاتهم هم بذات نفسهم، نعمل لهم فيديوهات يحكوا عن المنتج اللي بيعملوه، المواد الخام اللي بيستخدموها. احنا كنا بنستنى بنتائج المبادره اللي طلعت يوم السبت، والحمد لله حصلت على المركز الثاني على مستوى المحافظات، 7 محافظات اللي معي. تنفيذ المبادره هو راح يكون ان شاء الله مش صعب اكيد، لانه احنا خططنا له وجهزنا له كل شيء تمام. بس نستنى في التمويل ان شاء الله من مؤسسه دربزين، او نستنى بس مرحله التنفيذ اللي حتكون من مؤسسه دربزين، فريق دربزين كامل كبيره من مؤسسه دربزين كامل اللي هو حيبلش، ممكن نبلش فيه مرحله التنفيذ بعد اسبوعين ان شاء الله. وفي نشاطات ثانيه كمان حتنعمل بنفس المبادره، زي حيكون في بازار اسبوع ندعي عليه اشخاص كثير مهتمين في الاردن للحرف اليدويه، فضل السيدات هم ممكن يساعدونا في دعم لهاي السيدات. وحيكون كمان فكره الخيمه شعبيه، انا سميتها خيم شعبي نسوي، خيمه شعبيه نسويه راح يكون فيها زي سوق مفتوح بس للنساء على ارض الغار، زي ما في دكان زي ما في سوبر ماركت احنا بندخل كشباب بنشتري، برضه في خيمه بيشتغلوا فيها سيدات، بيقدر اي حدا يفوت يشتري الشغله اللي بده اياها ويطلع. بس بدنا منك تحكي للي بيشاهدونا هلا عشان يتشجعوا يعني ويعملوا زيكم، انه مثلا انت كصبيه مثلا شو اللي خلاكي تنجحي وتكملي ويتقبلوا هاي الفكره منك في مجتمع المحافظ مثل الغور؟ قلت لنا احنا على احنا برا الهواء على دعم ابوك مثلا، انه قديش دعم الاهل مهم، وشو العوائق بشكل سريع اللي ممكن انها تعيق البنت يعني هناك؟ تفضلي. انا كصبيه مثلا لما بكون انه بيعتبروني كون عمري 23 سنه لسه بالنسبه لهم لساتني صغيره، فبيحكوا لساتك ما نضجتي، لساتك ما كبرتي، شوي اهتمي في دراستك. اسهل العلم انا حدا يعني ممكن احكيها انه انا مخلص ثانويه عامه ومستفيد انجليزي لسه ان شاء الله الفصلات هعيده. دائما رابطين انه اذا بدك توصلي انت كبنت لازم تكون معك شهاده جامعيه، لازم تكوني مخلصه جامعه، لازم تكوني بتشتغلي. فانه انا لا بحكي لهم انه النجاح مش مرتبط بالشهاده، الشهاده الجامعيه او الشهاده الثانويه العامه هي ممكن تكون زي دعم او حافز، او هي زي مسمانا دربزين نستند عليها بس لتوصلنا لأماكن. بس إنه هي إشي أساسي إنه هي لتوصل السيدة أو الأنثى بشكل عام، هذا مفهوم خاطئ. بالنسبة لدعم العائلة، إذا هي البنت نفسها ما حصلت على دعم من أمها من أبوها من إخوانها من عائلتها كاملة، ما حتقدر تحصل على دعم من المجتمع نفسه. يعني أنا لو أنت محظوظة أنا كنت محظوظة الحمد لله يكون عندك كل هالدعم من عائلتك الصراحة محظوظة. أنت محظوظة. الحمد لله يعني أنا أهلي بطي على موضوع الشهادة لا أبدا أكيد لا لا, لا أبدا يعني أنا أهلي الحمد لله دائما داعميني بكل إشي، لو ما أهلي ما داعميني ما كنت وصلت لهون. فزي ما حكيت إنه لو إذا أنا ما حصلت على دعم من أهلي أكيد ما راح أحصل على دعم من المجتمع. فإن شاء الله يا رب في كثير بنات كثير سيدات حابين يوصلوا حابين يكونوا حدا معروفين بالأعمال الخيرية، بس بيعانوا شوي من
من العوائق اللي هي مثلا عندنا شوي ثقافة العيب، عندنا العادات والتقاليد شوي بتحكم، مثلا زي العادات والتقاليد انه البنت بيتك لجوزك، والحمد لله هاي الظاهرة يعني خفت شوي، بس لسه في لها اشي ملموس موجود زي المواصلات مثلا، انه لا ما بصيرش تنامي برا البيت، ما بصير تتأخري ببعض العائلات. وهاي متجاوزينها يعني بمشروع؟ انا بالنسبة لي الحمد لله متجاوزيتها، انا الاسبوع هون فهمت. كم بنت زيك بالمشروع متجاوزة هاي العقبات؟ في بس مش هالنسبة هالكبيرة يعني. أنا في معي صاحبتها هي في الجاليري برا، هي سفيرة برضو كانت معي، الحمد لله أنا وياها ما بنعاني من هاي المشكلة، بس في يعني نسبة بروح وبنيجي، بس مش هالكم الهائل أشخاص معدودين على الأصابع. حتى إنه إحنا كثر ما إحنا كسرين هاي الحواجز شوي في لنا القاب يعني، نقدر نحكيها سريع إنه مش منيحة، انه شوي درجه بالضبط، انه احنا حدا طشيشين كثير، حدا رايحين جايين، بس بالمقابل في ناس كثير الحمد لله، فئه الشباب كثير داعمين لنا، كثير مسنديننا، انه دائما بيحكوا لنا لا تهتموا لهالحكي، احنا معكم صح. احنا سندكم، وهذا الحكي مشان يحبطوكم ويرجعوكم يقعدوكم بالبيت هذا اللي بدهم اياه، يكونوا قاعدين وما معهمش مصاري بيعملوش شيء، بس المره قاعده بالبيت بالضبط استنى العريس الشهاده اولا. هلا دربزين طلعت النتائج وانتم كنتوا بس عم تستنوا مشان تبلشوا الشغل، كيف حتبلشوا وامتى حتبلشوا؟ يعني احنا ان شاء الله يعني من اسبوع لاسبوعين ان شاء الله راح نبلش بتمويل المبادرات. طبعا المبادرات مموله من هيفوس، مؤسسه هيفوس بالتعاون مع الوزاره الخارجيه الهولنديه لثلاث مبادرات، اللي هي المبادره الاولى لسالي القدومي انا مش هيك، هي يعني مشكلتها في المنطقه المصطلحات اللي بنعتوا فيها المراه. هل قد سيئه كثر الموضوع وزاد عن حده يعني؟ انه انت لبيت جوزك زي ما حكى، المصطلحات اللي بتنسمع انت بتقدريش، انت ضعيفه، انت هالمصطلحات هي مبادرتها راح تعمل فيديوهات انت عانس وانت ما بصير، انت مطلقه وانت بصيرش وانت 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 مصطلحات هاي. عندنا المبادره الثانيه لسوسن زي ما شرحت عنها، المبادره الثالثه لحلا السواعير او العجارمه اللي هي في الغور الجنوبي، مبادرتها اللي تجرأ بامان، مشكلتهم بالمواصلات يعني بيحكوا انه احنا اذا المراه ما كان في لها مواصلات لحتى تروح وتيجي ما راح تكون ممكنه، ما بتقدر المراه تطلع بالليل لحالها او ما بيخلوها تطلع لحالها، اذا ما في مواصلات ما بتقدر تركب سياره خاصه وتروح لحالها، فلازم فهي مبادرتها قريب من تطبيق ابلكيشن تطلبه وبتيجي السياره وبتيجي مواصلات لها لحتى يودوها. راح نبلش يعني اسبوعين طيلة فترة رمضان ان شاء الله، راح تكون برضه شغالين بالمبادرات برضه في 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 مؤسسات مجتمع مدني يعني دعمت، في مؤسسات وفي اشخاص كانوا حضرانين، كل واحد مثلا يعني كنت قاعده انه من الطفيله في حدا موجود انه لا انا راح ادعم، وحكوا عن عرفوا عن حالهم واحنا راح ندعم ماديا ومعنويا، واللي من المفرق نفس الشيء. قديش برايك دكتوره انت بصفتك خبيره في موضوع تمكين المراه هيك مبادرات بتنجح 100%؟ بالذات زي ما حكت سوسن وهو حكى الشاب محمد انه بالمجتمع هناك يعني هاي الأشياء مفاهيم جديدة عليهم، فبدهم يبذلوا مجهود خرافي، وبعتقد بعمرهم لأنهم بدوا رح يكونوا مؤثرين أكثر وتنجح أكثر. ليه؟ لأنه لما يشوفوا فئة الشباب جيلي هذا بتقبلوهم أكثر، بس لو يجي حدا أكبر ما رح يسمعوه، فهم بيأثروا على بعض وبيستقطبوا بعض. بس يعني هنا يعني بدك تتحملي الحرب اللي راح والضغط، بس معلش أولها دائما في كبش فداء اولها انت سوسن قويه مبين عليها متمكنه قويه بقى معلش يعني احنا كل شيء له تمام في الدنيا احنا ما وصلنا لهون الا لما تجاوزنا كثير محن كثير مصاعب. يعني احنا بالدراسات البحثيه كانوا يحكوا لنا سيبكم هاي المبادرات كلها حكي فاضي، المنظمات بس بلاش ما بتكمل، بكره حتتعبوا حالكم تحت الشموس يومين ثلاث، كون احنا شمسنا حاره انه يومين ثلاث اسبوع زمان بتتعبوا تحت الشموس وبعدين اخرتكم ترجعوا تقعدوا في البيت. فاحنا لا استمرينا، بتعرفي شو تجاوبي؟ وحتى لو رجعت قعدت في البيت بكون اخذت خبره على الاقل، مش اني قاعده في البيت ما مش ماخذي ولا خبره. بالضبط، هي يعني انه اذا انا قعدت في البيت هي دائما اصلا احنا بنحكيها ودائما يعني هي معروفه، القعده في البيت ما بتجيب شيء.
يعني اذا طلعت انت اشتغلت تطوع بس تطوع، المعرفه هي اكثر مكسب للانسان. يعني البني ادم عنده معرفه هو غني اكثر منه يكون غني في المال. برافو عليكي. بس أكيد. نفس الوقت لازم تكملي توجيهي وتكملي جامعه. اكيد خلاص حاليا قاعد اقدم اصبر العلم مع الخبره ان شاء الله. يعني موازن بين كل شيء. يعني كيف يعني عملتوا لهم هيك غربلتوهم للمبادرات؟ كان عندكم اكثر من هيك؟ هلا هي مش غربله. كم مبادره طلعت؟ احنا طلعنا 20 مبادره. تقريبا. كيف اخترتوهم؟ هل اخترتوهم يعني انه يعني خلص بدنا ناخذ من كل محافظه، ولا اخذتوا احسن المبادرات وانتم شايفينها هاي المبادره رح تنجح اللي فازت، ولا كل هلا احنا كمبادرات ما كان الا تدخل فيهم ابدا. أوكي. احنا طلبنا منهم زي ما حكينا يعملوا جلسات ويشوفوا شو المشاكل. بس انا قصدي انه لما اخترتوهم انهم يشاركوا معاكم، في حد تاني مثلا عرض عليكم اي حد؟ ايوه السفراء او اللي بدهم يجوا عند رابزين بدهم يشاركوا. ممكن واحد يحط تحط مبادره يعني اي كلام بس انها بدها تشارك، يعني اخترتوا انه هاي المنطقه بتناسبها هاي المبادره، هاي المعايير يعني. هلا في شغلتين. هلا بالنسبه لمعايير السفراء اللي معنا، احنا كان عندنا اسلوب لحتى اخترناهم. احنا اخذنا منهم فيديوهات، كل حدا يصور فيديو له يعرف عن حاله، نشوف كيف هل هو قادر، كيف علاقاته مع صناع القرار، كيف علاقاته مع المجتمع. نعم. عنده فكر، قادر انه يغير، حاب يغير ولا لا. اخترنا من ضمنه المعايير اللي حطيناهم السفراء. هل هو قادر انه يتحدث كذا كذا. هلا بالنسبه للمبادرات احنا تركناهم هم حرين، هم نزلوا على الميدان، جمعوا، عملوا جلسات، طلعوا بمخرجات، شافوا شو اهم مشكله عندهم. يعني شافوا المشاكل، يعني جمع مجموعة مشاكل ومنها طلعوا مشكلة، شافوا انه هاي لازم نشتغل عليها. يعني بإرادتهم هم ومش احنا، هم قدموا لنا اياها، هم قدموا لنا ليش، قدموا لنا المشكلة وكيف بدهم يحلوا المشكلة ومين راح يكون معهم عشان يحلوا المشكلة. وكان من ضمن برضو المبادرات في قسم كبير من المجتمع المحلي لازم يدعم مبادرتك، انت لازم تروح تدوري على قسم المجتمع المدني برضو يدعم مبادرتك، ما تعتمدي علينا لحالنا، ما تعتمدي كذا. يعني فكان لهم حرية بالشيء هذا. تمام. تمام. يعني أنا ما دائما أذهل بطاقات الشبابية عندنا بمجتمعنا، وسعيدة جدا بشجاعتها وجرأتها ودعم أهلك، يعطيهم ألف عافية عن جد، من وجه لهم تحية من هون. ودي سعيدة جدا إنه في شباب كمان واقفين جنبهم بدعموهم، لأنه يعني واحد مع واحد بغيروا نظرة أهليهم. طبعا. فشوي شوي وضلكم يشتغلوا للغور والأطراف، لأنه بصراحة دائما مظلومين. إحنا دائما الحصة بالتمكين بتكون بالعاصمة وبالمحافظات الكبيرة. صح. أما أنتوا ضلكم شوي شوي وخدوا الدعم والتمويل، ولو ما نجحنا بالمستوى اللي بدنا إياه معلش خلينا ناخذ التمويل اللي باخذوه منا معلش بنكمل ومرة مرة بتنجحوا. كمان مرة الشهادة ما رح أقيقها. أكيد. هو تطوير ببلش درجات. صح. يعني. نعم. وإحنا أنا عن جد إحنا نشكر أكيد إحنا نشكر تلفزيون الأردن اليوم. شكرا لكم أنتوا يعني الاستضافة الكريمة. يعني احنا دائما موجودين هون مشان ندعم هالطاقات الحلوه، ندعم هالصبايا، ندعم كل المبادرات اللي الهدف من وجودنا انه احنا نساعد في التمكين ايضا. نعم. من خلال نعرف الناس عليهم. هذا تمكين قديش طاقات يعني. طبعا جزء كبير من يعني مين فكر في هيك بالاغوار الجنوبيه طاقات زي. صح. هيك انت عارف شو يعني تمكين دياله؟ طبعا عم بيقاتلوا رفع القدرات. يعني القدرات هي انواع، يعني دعم. يعني مثلا انا لما بدي اجي اقول بدي امكن الشباب، بدي ارفع قدرات قدراتهم المعنويه والنفسيه والاجتماعيه والمهاراتيه والعلميه من كل النواحي. برافو عليكم. الحمد لله رابزين شكرا لكم. الله يسعدك. عن جد ابدعتوا. واحنا برضه كمان بنوجه شكر لكل حدا ساهم معنا وانجح معنا فعاليه دكان المبادرات. بنشكر الدكتوره سلمى النمس، دكتوره سلمى النمس ممثله في اللجنه الوطنيه، دعمتكم موجوده يعني. نعم. هي كانت كمان بتدعم من احدى المبادرات مثل دعمها 100%. صحيح. برضه بنشكر وزاره الخارجيه الهولنديه، لا عفوا وزاره التخطيط والتعاون الدولي، الاستاذ سليمان الخلايله على حضوره. برضه وعدنا برضه انه يدعم المبادره الاستاذ محمد الخروف ممثل بدربزين كمان. مين بالاعلام داعمكم؟ ما هو لازم كمان هذا النشر يكون بالاعلام. برضه اذاعه فرح الناس بنشكرها انها غطت الفعاليه كامله. ويعني كان احنا يعني مبسوطين
انه طلعتنا على الهواء مده 4 ساعات. صحيح. كل ال يعني واحنا مبسوطين فيكم ومبسوطين بالنتائج الحلوه والفرحه اللي كانت موجوده. أكيد. عند اللي فاز، وحتى يعني اللي فاز بالمركز الثالث كان بهيص وبصيح ومبسوط، واللي نفس الشيء الاول يعني مهم الفوز ومهم انهم حلو كان رائعين. حلو ويعني صراحه يعطيكم الف عافيه. صح. شكرا سوسن، وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. شكرا.